في الآداب الشرعية قال: رأى علي ابن أبي طالب رضي الله عنه رجلاً يقص في المسجد، وصحح إسناده ابن مفلح، فقال له: يا هذا ماذا تفعل؟ قال: أقص. قال: أعرفت الناسخ من المنسوخ؟ يعني ألديك علوم شرعية تعرف بها الجائز من غير الجائز، الناسخ من النصوص الشرعية من المنسوخ؟ قال: لا. قال: فاذهب، فإنما قمت ليقال هذا فلان ابن فلان فأعرفوني. وجاء مثله عن ابن عباس رضي الله عنهما